أحييكم تحيات أمن وأمان، تحيات سلم وسلام، تحيات أهل الجنة. والتحية التي لديها نفس الصفة هي تحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر خالص للدكتور السيد الحسن منصوري، شكرا لكم على استضافتكم لنا في إقليم ترفايا في هذه الأمسية الثقافية الافتراضية. شكر المؤطر الرئيسي لهذه الأمسية، تحية الأستاذة الفضيلة مدام إلهام وزملاء أستاذ أنس بلباس والسيدة والسيدة حسنة. تحية الحضور أجمعين في هذه الأمسية التي تدور حول منصة تيمز، وعلى ما بدا لي على ان مسبقا في محادثه بعض الاساتذه ارتعوا على انهم بغاو يلتحقوا بنا في الاجتماع او الامسيه. هذا كيبين مساله واحده على ان الجميع مهتم بمنصه تيمز، وهذا العمل كله هو عمل مشترك من مايكروسوفت واعضاء الوزاره والاساتذه رحم الله، باش ان يمكن لنا على اننا نستمروا في المسيره ديالنا واننا نشاطروا المعلومات كما يجب حتى يمكن لنا ان نجاوزوا هذه المحنه على احسن ما يرام. فيما يخص تيمز جل الاساتذه، الرحله الاولى في تيمز تبتدئ بانشاء اقسام، يعني الى حد الان 112 شخص معنا في الاجتماع، جل التحق بنا من خلال منصه تيمز. كاين البعض يلتحق بنا منصة تيمز النسخة المكتبية، البعض الآخر يلتحق بنا بتيمز النسخة إنترنت أو لا النسخة الهاتفية. يعني لحد الآن كنا خدامين تيمز، عندنا تيمز مثبت في أحد هذه الأجهزة، وبالتالي سوف نبتدئ مباشرة داخل منصة تيمز. غنحاول نشاطر معكم أول شيء الشاشة ديالي. أودران سوف أعطي الحق لأحد المشاركين باش أنه يعمل هذه المشاطرة. مي فوالا سوبر دونك quelques instants je vais prendre la main sur la deuxième machine d'accord donc اخوان الكرام كما كتشاهدوا معايا الاخوان، هذه الشاشة، شاشة تيمز. اللي كيهمني في الشاشة هذه هي الايقونات اللي عندكم على الجهة اليسرى من الشاشة. اول حاجة أول أيقونة activité, conversation, équipe, devoir, calendrier, appel et d'autres. الأيقونة الأولى activité، يعني أغلب الأخبار أو أغلب المعلومات اللي كنتوصل بها في الأيقونة الأولى هي معلومات كتهمني كمستخدم ديال تيمز، بمعنى معلومات عسد مثال أحد الزملاء أو أحد الأعضاء أحد الأقسام أو المجموعات عمل واحد مشاطرة، يعني إما شاطر معلومة، شاطر معنا واحد الملف، أو لا عملية تكون أبل تاغ. ملي كنتكلم على تاغ كنتكلم على تابولاسيون. باش غنعمل أمتي إكزومبل غنشوفو معنا عفاكم، غنعمل أو نيفو دو لو فولي كونفرساسيون على اليمين شنو كنعني بتاغ. كنعني بلو تاغ أنا غنعمل رمز أت ونكتب الاسم، ملي غنكتب هاد المسألة هاد الاسم على سبيل المثال عملت أت وعملت تسمية، ملي غادي نصيفط هاد الرسالة على سواء في محادثة أو في وسط مجموعة، الطرف الآخر غيتبين على أنه هو المعني بالأمر. هاد لوبسيون تاغ كنعملها باش أنني كنخص واحد الشخص على انفراد في مجموعة كاملة. عندك أنت في القسم فيه 30 تلميذ أو 40 تلميذ، عندك مجموعة ديال الأساتذة فيها 50 أو 60 أستاذ، غتبغي تشاطر واحد المعلومة في المجموعة بصفة عامة، ولكن المعلومة كتخص ثلاثة أشخاص. بحال كنقول لكم voici l'information، par contre les personnes qui sont concernées هما les personnes suivantes. وبالتالي ملي كنخدم هاد لوبسيون ديال ات، ملي غنعمل على سبيل المثال ات بروفيسور 3، شنو غيوقع؟ بروفيسور 3 il va même recevoir une notification au niveau d'activité. يعني في activité activité او le volet activité شنو كتوصل بهنا؟ كتوصل بكاع المعلومات اللي هي اما الاسم ديالي تذكر بصفه خاصه او لا اي مشاطره تهمني. هذه فيما يخص الايقونه الاولى او الشاشه الاولى. الشاشه الثانيه كونفرساسيون او المحادثات. فهاد المحادثات ماشي ضروري على انها غتكون محادثات من فرد المجموعه، ماشي لابد كتكون محادثات من فرد المجموعه، تقدر تكون محادثات ما بين افراد، يا اما فرد
فردين أو لا من واحد من جوش إلى ما فوق. لنفترض على سبيل المثال غير نأخذ نبتدي إكزامبل غير نعمل هنا لنو ألف أن بغيت نسيفط رسالة أو بغيت نعمل اتصال هاتفي أو بصورة مع ألف أن مع زميل ديالي كيخصني غير نعمل نكتب الاسم ديالو غنعمل أوكي وكيعطيني هو هنا شاشة جديدة. شوف هذه الشاشة هذه بحال كيعطيني أن إسباس بريفي أن إسباس كي فا سوفغيغ سولمون أفيك لا بيرسون كونسيرني لي ألف أن. يمكن لي نعمل معاه تبادل الأفكار، يمكن لي نعمل معاه أبيل، يمكن نعمل معاه فيديو. يعني أنا كنتكلم على كونفرساسيون تبادل معلومات ما بين أفراد وجماعات. كونفرساسيون كيبقى إذا لاحظتوا الشاشة ديال الكونفرساسيون كتمثل نفس الشيء في الشاشة اللي عندنا في المجموعة بحد ذاتها أولا في مجموعة ديال الاجتماعات. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا هاد الشاشة هادي هي اللي غادي نبقاو نرجعوا ليها من بعد باش نقدروا نشوفوا الأرشيف ديال الاجتماعات اللي سبق لينا وقمنا بهم إلى حد الآن. اللي كيبان قدامكم كتبان لكم هاد الشاشة هادي اللي فيها ليكرون، فيها ليكرون بارتاجي أموا، اللي فيها على اليمين فيها اللائحة ديال المشاركين معنا. ولكن من بعد ما غنسالوا هاد الامسيه اذا بغينا نرجعوا الارشيف المواضيع اللي كنا تكلمنا عليها مسبقا، الافكار اللي كنا تقاسمنا، لي ميساج بحد ذاتهم، يمكن لينا نرجع لهم من مساحه ديال كونفرساسيون اولا محادثات. في المحادثات يمكن لينا نعمل مجموعه ديال الاشياء. اول حاجه يعني كيف ما كنشوف الاخوان يمكن نكتب رساله اولا غير تكست. كيف ممكن واحد لوبسيون كنابيل انونس annonce اعلان فهاد لانونس او الاعلان quand je clique sur a je vais pas la voir par exemple par contre ici je vais basculer vers une deuxième personne par exemple j'ai besoin donne-moi ça s'il te plaît et pas plus tard. Alors à votre niveau vous pouvez le faire à votre niveau c'est quoi كون وزال انيسي ملي غتعمل محادثه مع اشخاص محددين شنو كنعمل هنا جو كليك سور ا اي اون او ماغاش نلقى عندي غير ميساج لا جو تروف انونس وهاد انونس شنو هي الفائده منها يعني شنو هي الفائده باش انا نخدم هاد الخاصيه هادي كتعطيك الامكانيه انك تعمل بحال اعلان ميساج يمكن تلعب على اللون ديالو ما كتبقاش غير ان تيكست بروت سالو او بيان سلام او بيان اون انفورماسيون بروت لا يمكن تعمل تلعب على لا ميزون فورم دو تيكست d'une part. D'autre part, mais quand je fais le test, il y a une imkania à un échantor ou à un milaf. Elle a dit, il y a une attache le milaf ou là, je peux le glisser directement au niveau du fichier, sélectionner, glisser. Il y a des informations, bien sûr. Une fois que je vais partager un fichier, faire de l'espace, une fois qu'il y a un fichier, faire de l'espace, automatiquement, l'ensemble des personnes, je le mouche avec les mains, les chimères, elles ont une imkania à un homme. يشوفوا هذا الفيشي او بيان هذا المحتوى ديال الفيشي من جهه ثالثه ورابعه كتشوفوا معك عندنا هنايا خاصيه ديال الايموجيز الخاصيه ديال الجيف والخاصيه ديال ايموتيكون او لي زوتو كولون ملي كتكون عندنا تبادل ديال المعلومات او الافكار مع التلاميذ سورتو في واحد سن معين بعض احيانا استخدام هاد الصور او الجيفي كيخليو ان استيعاب ديال الاطفال المعلومات كيكون سهل ميم استيعاب كنعطيك واحد المعلومه في واحد لو سونس دو فاني شي حاجه مريحه المعلومه كتكون استيعاب ديالها بطريقه سلسه. يعني كنصحكم صراحه باش انكم تستخدموا هاد الخاصيه اللي غتلقاو من تحت الشاشه اذا حبيتوا تعملوا مشاطره ديال الافكار او المعلومات او ملي غنتكلم على تلميذ غنطلب منه على انه يعمل واحد التمرين او امتحان اكزرسيس ملي غنعطيه غنمر من خلال هذه الخاصيه المريحه سافا بيرميتر دو وي ترانسميتر لو ميساج رابيدمون اي فاسيلمون. Vous avez la possibilité d'utiliser l'option stream. وشنو كنعني بستريم؟ ستريم هو بين البرامج المتاحة من خلال بوابة أوفيس 365. ستريم هو واحد من البرامج اللي كيعطي لكم منصة أوفيس 365. ستريم وكيف ما كنقول لجوج المشاركين ستريم سي يوتيوب. يعني ممكن ستريم يغوبريزونت لا بلاتفورم يوتيوب. ستريم هي منصة اللي كنعملوا فيها لي فيديو الفيديوهات وبالتالي الفيديوهات اي مستخدم عنده بريد او عنده عنوان ديال التعليم غيكون عنده الامكانيه باش انه يولج
المنصة ديال ستريم وبيتي كتلقى عندي جوج منصات، منصة ديال تيمز اللي هي الكولابوراسيون اللي يمكن لي نعمل فيها الدروس، يمكن لي نشاطر فيها التمارين، الامتحانات نعمل فيها المعلومات، وداخل منصة تيمز يمكن لي ندمج منصة ديال ستريم. وبالتالي غنبقى نتكلم من الاول حتى الاخير على انني يمكن لي من خلال تيمز، فقط تيمز، نولج مجموعه ديال الخاصيات، يا تيمز يا دوتر فونكسيوناليتي، اي تو سا جوست ا بارتير دو سو روبون. يعني من الشريط التحتاني يمكن لي نخدم مجموعه ديال الخاصيات سواء في محادثات ما بين فردين فقط او لا ما اكثر. إيكي يعني كأستاذ الجولة أو الرحلة لأستاذ كأستاذ عنده واحد القسم كيسيرو يمكن ليها تبدا من إيكيب. ملي كتكمل الإيكيب هنايا كنطلب منكم عافاكم إذا كان كتبان لكم الشاشة اللي فيها لي زيكيب عاد بدك تفهم. سوبر باينة داكو سوبر. الشاشة ديال المجموعات أو الأقسام، حنا ملي كنتكلم على المجموعات كاين بعض الاخوان اللي سبق ولاحظ المساله هذه. في المجموعات عندنا اربعه ديال الانواع، لدينا اربع انواع من المجموعات. كاين مجموعات من نوع قسم، يعني كيكون فيها الاستاذ والتلاميذ ديالو. المجموعه الاولى اسم ديالها قسم او من نوع قسم، كيكون فيها العضو الرئيسي هو الاستاذ والاعضاء المنتمون لهذه المجموعه هما التلاميذ. النوع الثاني هو مجموعة من نوع أساتذة، وبالتالي الأساتذة كلهم يكون عندهم تقريبا نفس الخاصية داخل المجموعة هذه. النوع الثالث هي مجموعة ديال الإداريين، يعني الزملاء اللي كيخدموا داخل الإدارة. هنا كنتكلم على مجموعة ثالثة بيرسونيل. المجموعة الأولى كلاس، ثانية تقدر تسميها أونسينيون، ثالثة بيرسونيل ادمنستراسيون، والرابعه اوتر. يعني كتكلم على ايكيب دو تيب اوتر، يمكن لك تعمل فيها معلومات مختلفه، تقدر نقولوا دي اكسكورسيون، دي ايفينمون سكولير، دي انفورماسيون كي نون با ا رابور ديريكت افيك لا ماتيير او بيان لونسينيون بحداته. يعني كنقولوا هنا انشطه ترفيهيه بصفه عامه. يعني في الحاله دي يمكن لي نخدم النوع الرابع المجموعة اللي هو أوتر. غير نأخذ على سبيل المثال قسم اللي سبق وعملت إنشاء ديالو. الأقسام غالبا يكون عندهم الأقسام، ما يدرش على أنني نعرف ديجا سكون أبيل لا نوموكلاتور، نوموكلاتور دو كلاس. لا نوموكلاتور شنو كتكون فيها؟ كأستاذة بغيت نعمل إنشاء لواحد القسم جديد، انا عطيكم غير لا نوموكلاتور باش تفهموا اكزاكتومون باش كومبورون بيس لابليكي بار اسبي. الاسم ديال المجموعه او الاسم ديال القسم بالانف الصعيد، غنتكلم على مجموعه من نوع قسم. بالنسبه للقسم، الاسم ديال القسم ما هو؟ هو اول حاجه الماده، ناخذ على سبيل المثال الرياضيات، يعني نقدر نسميها مات او الرياضيات اللغه اللي حبيتي، ماتيماتكس باغ اكزومبل. من بعد ماتيماتيكس غير شنو هي السنه الدراسيه او لا المستوى اللي كنقرا، نقدر نقول مات السنه الدراسيه الاولى، اولى باك على سبيل المثال. داكور دونك كنقري المات السنه اولى باك، عندي هنايا جوج المعلومات. كنزيد معلومه ثالثه، يعني كنتكلم على اولى باك، ماشي من الضروري غيكون عندي قسم واحد ديال اولى باك، يقدر يكون جوج، يقدر يكون ثلاثه. وبالتالي الاسم الكامل ديال المجموعه كيكون هو الماده اسباس المستوى الدراسي اسباس رقم القسم. وبالاحرى اذا كانوا عندكم رموز اللي او الارقام اللي كتدل على القسم، وبالتالي اين فكنشوف هذا الرقم هذا كنفهم على انه هل القسم هذا معني بهذه الماده، معني بهذا المستوى، هذه غتكون احسن شيء. داخل القسم اذا اخترتوا على الشريط اللي كنا شفناه في المحادثات الفرديه، هو اللي عندنا هنايا نفس الشيء في شريط المجموعه. Publication بوابة الأولى، يعني إنفو كنشأ أول مرة كنشأ مجموعة كنلقى عندي أول قناة اللي هي جينيرال، يمكن لي نشأ قنوات أخرى، والهدف من إنشاء
قنوات اخرى هي في حاله بغير الترتيب او لورغانيزاسيون دو مون ايكيب نقدر نعمل القناه الاولى اجوتي ان كانال ديجا كنتكلموا على ان القناه الاولى جينيرال كنلقاها باغ ديفو يعني اون فوا كنعمل الانشاء ديال مباشره بعد الانشاء المجموعه كنلقى عندي لو كانال جينيرال يمكن لي ننشا مجموعات اخرى نقدر نقول مجموعات ثانيه غادي نعمل فيها غير غادي نبقى نعمل فيها جو في بارطاجي دون لاكي جو في بارطاجي سولمون دي ديفوار دي زيكزامبل دي زيكزيرسيس باغ كونتر لو كانال جينيرال القناه العامه كيكون فيها جوج مجموعات يعني كنتكلم على كانال جينيرال كوم سون نو لانديك بور لونغلي او البوابه ديال فيشي ملفات هنا خاصني نرد البال كاستاذ كاستاذه خاصني نرد البال في المساله هذه بكل بساطه على سعيد او في مستوى البوابه فيشي او الملفات كنلقى عندي ان دوسي لو دوسي كلاس materials, class materials ou bien support de cours. Class materials ou bien support de cours. Il est quand on va utiliser Teams ou bien on va faire l'insha de la classe, on va faire au niveau de publication, on va faire un message pour nous aider les fariq, ce message là. On va faire un message brut, on va parler en même temps les bonnes pratiques ou les best practices. هنا اذا عملت الانشاء ملي بغي نشاطر نعمل واحد رساله ترحيبيه لاعضاء ديال ليكيب مابغيش نعمل تيكست بروت باغ كونتر دون سو كا جو في اوتيليزي لوبسيون لاكيل سي او ليو دو كرير نوبي كونفرساسيون محادثه جديده غنعمل اعلان جديد انونس في الحاله هذه اش كيبان لك كيبان لك الفرق يعني انا كمستخدم او انا كتلميذ عضو في واحد المجموعه ملي غادي نتوصل بهذه الرساله يعني اول حاجه اللون غيثير انتباهي وبالتالي هنا يمكن لي نخدم هاد لي زوبسيون با فورسيون بالنسبه للاعلان الا كنت غتعمل بارطاج اون انفورماسيون كي تري امبورطون دي دات اكسيتيرا غادي نرجع للبوابه ديال الملفات كاستاذ الملفات اللي غتبغي تشاطرها ولا تبادلها مع اعضاء الفريق خاصك ترد البال هنا عندي كلاس ماتيريال او سوبور دو كور الملفات اللي غنعمل ليها سيكسيوني اي غليسي او نيفو دو سيت اسباس في هذا الفراغ هذا خاصني يكون على درايه على ان هاد الملفات جوج اعضاء ديال المجموعه غيكون عندهم امكانيه باش انهم يبدلوا المحتوى اذا عملت ان بارطاج او نيفو دو سيت اسباس تامنت كلهم غيكون عندهم اول حاجه الامكانيه انهم يولجوا لهاد الملفات ويضيفوا تغييرات او يضيفوا تحديثات على الملفات او لا لي فيشي سينجل فايلز وبالتالي اذا عندي واحد الملف اللي بغيت ان التلاميذ يولجوا له غير بامكاني انهم يقراوه ما يبدلوش فيه في الحاله هذه انا ملزم باش ان هذا معظم هذه الملفات نعملهم داخل مغلف الاسم ديالو هو سوبور دو كور وفقط للمعلومه support de cours ou la classe materials le dossier بحداتو que vous allez trier هنايا que vous allez trouver par défaut ماشي un dossier انت كتكري او انت غتحتاج تكريه لا مباشره بعد ما كتعمل انشاء ديال المجموعه غتدخل فيشي وغتلقى عندك هنايا المجلد اللي غتلقاه واجد ميم خاصي ديال لي بيرميسيون دو موديفيكاسيون غتكون فيها دافونس يعني نتايا خاصك غير تعمل سيكسيوني glisser des dossiers dedans. Et les contenus, ou les fichiers, ou les présentations, les résultats, les télémédias, ou les résultats, les résultats, les résultats, les fichiers, les résultats, 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 à l'intérieur du dossier nommé support de cours. Ce qui est là, publication, fichier. Un numéro d'avant, bloc-notes de classe. باش تكون عندكم فكره هنا لحد الان اش كنتكلموا تكلمنا على اكتيفيتي شنو كنلقى في اكتيفيتي دو كونفرساسيون كونفرساسيون يعني انا عندي تيمز في التليفون ديالي حتى الزميل اللي عنده تيمز التليفون ديالو يمكن نعمل ابيل دونك بحال اللي كتكلم على اي ريزو سوسيو ممكن تستخدم فيه تيم بصراحه ماشي اللي بودي يبقى عندي تطبيق نلقى عندي اكثر من تطبيق واحد وكل تطبيق كنعمل به
واحد مسأل لا يمكن لي غير في تيمز نخلي عندي في التليفون ديالي تيمز بور فير لو تو، يعني باش انا نعمل اتصالات مع الزملاء ديالي ما مع التلاميذ ديالي باش انا نجاوبهم. يعني انا كانت افترضوا على ان راك في البيت ديالك، ما غاديش نقول في هذه الايام هذه راك خارج المنزل الا في الضروره بيان سور، راك في البيت ديالك غتمشي من بيت لبيت او لمكان لمكان، البي سي ديالك راه مسدود، يمكن لك تعمل كونسلطاسيون جوست بار تليفون. هنا فيما يخص البوابه الثالثه بلوك نوت دو كلاس، بلوك نوت دو كلاس. الرحله ديالك استاذ كتنطلق من اكتيفيتي كونفرساسيون اللي بغيت تعمل تبادل معلومات مع الزملاء، كتمر بالانشاء ديال مجموعه. وسط المجموعه اول مساله كنعملها كنضيف تلاميذ. الاضافه ديال التلاميذ اولا شنو هما الطرق اللي نقدر نزيد على الاضافه ديال التلاميذ غادي نرجعوا ليها فيما بعد، في حين ان اول حاجه كنعملها كنعمل انشاء المجموعه. وسط المجموعه كنوجد المحتوى، جو بريبار لو كونتوني. هذا المحتوى يقدر يكون في ثلاثة أشكال، المحتوى يقدر يكون في ثلاثة أشكال. كنتكلم على المحتوى فيزيك، هذا المحتوى يمكن يا إما يكون سو فورم دي فيشي كو جو بو لي ميتر او نيفو دونجلي فيشي او بيان لي بارتاجي ان انتر دونجلي فيشي كوم جو بو كريي دي دوفوار. يعني بحال كيكون عندك نتايا ورقة ديال امتحان او ديال التمرين، يمكن نعمل هذه الورقة ديال الامتحان او التمرين نعملها في تيمز. ولكن في الحالة هذه كنمر من خلال البوابة ديال بلوك نوت دو كلاس. بلوك نوت دو كلاس إذا كنت أول مرة تستعمل بلوك نوت دو كلاس، مباشرة بعد إنشاء المجموعة ملي غتعمل كليك سور بلوك نوت دو كلاس ما غاديش يبان لك هاد، ما غاديش تلاحظ هاد الشاشة ديال القدام أو هاد النافذة. أول مرة اللي غتضغط على بلوك نوت دو كلاس غتلقى عندك هنا واحد الزر كيطلب منك أستاذي العزيز هاد التوريد تفعيل بلوك نوت دو كلاس من الصفر بكل بساطة، لأن أول مرة غتنشأ المجموعة وأول مرة غتفعل المحتوى كلاس محتوى قسم ديال المجموعة أو المحتوى التعليمي. Au niveau de bloc-notes de classe, je vais développer cet onglet. Je vais vous dire que c'est le محتوى ou le chenet qui est la structure, plus ou moins ce qu'on va dire, tel qu'il va bien bloc-notes de classe. Et voilà, je vais vous dire que c'est le cas bienvenue. Mais je vais vous dire que c'est le cas de la chaîne ou la chaîne ou la chaîne ou la chaîne section. هاد الشريط الأول اللي فيه بيانفوني بيبليوتيك دو كونتوني كولابوراسيون سبيس و دوطخ، هادو هما لي سيكسيون لي زابيل لي سيكسيون. الشريط الثاني هما لي باج كي سون على الانتيريور دو شاك سيكسيون، يعني كل سيكسيون عندها واحد فيه واحد الأوراق، يعني كل ورقة تما يمكن لي نستخدمها. كيفاش غادي نستخدمها هي الطريقة اللي غنمرو ليها دابا. دونك أول حاجة كنتكلمو على بيبليوتيك دو كونتوني، اي محتوى اي ورقه اي باج جو لا كريي ا لانتيريور دو بيبليوتيك دو كلاس، كنفهم على انه ان كونتوني اللي ما غاديش يتقاس من التيمين. يعني التيمين ما غاديش يكون عنده امكانيه لانه يبدل المحتوى ديال بيبليوتيك دو كلاس، وبالتالي يمكن لي نستخدم بيبليوتيك دو كلاس بو بوفوار كريي دي دوفوار اي دي زيكزيرسيس que je vais les attribuer par la suite ou bien que je vais les affecter par la suite aux étudiants. Et une fois à la bibliothèque de classe, il y a quelques examens ou examens, les retouzons ben automatique, les retouzons alors examens. Bibliothèque de classe, il y a une timide en ouvrage had le bawa bahadi, rien فقط القراءة المحتوى. Collaboration space, collaboration espace de collaboration. عطيني كوم سون نون لانديك نقدر نشبه ليسباس دو كولابوراسيون بار ليسباس فيد اللي كان عندي او نيفو دو فيشي دي بوابة ديال فيشي. ويمكن لي نشبه بيبليوتيك دو كلاس بار لو دوسي سوبور دو كور. نعاود اسباس دو كولابوراسيون كنشبهو بليسباس فيد اللي كاين في البوابة ديال فيشي ou l'onglet fichier. L'espace bibliothèque de contenu, quel support le support de cours. Bien, il y a un nom.
espace de collaboration et l'espace vide à l'intérieur du fichier. يمكن كل شيء وجليه وبدل المحتوى ديالو، في حين على أن المحتوى ديال le dossier support de cours ou le محتوى ديال bibliothèque de contenu, seulement le propriétaire de l'équipe qui pourra le modifier. وملي كنتكلم على propriétaire d'équipe أو المسؤول مجموعة، يقدر يكون واحد، يقدر يكون جوج، يقدر يكون ثلاثة، على أساس أنت كمسير أولي شكون هما الأعضاء اللي ضفتيهم معاك داخل مجموعة كمسيرين ثانويين. هنا عندي لتحت إليف 1، تحت كولابوراسيون إسباس دو كولابوراسيون، هنا إليف 1. بكل بساطة، هنا عندي إليف 1 لأن عندي في المجموعة تلميذ واحد هو إليف 1. عندي تلميذ واحد اللي هو إليف 1، في حين إذا ضفت تلاميذ آخرين، غادي يكون عندي في هذا الجزء هذا النصف الثاني من الشاشة، غادي يكون عندي أن إسباس باغ إتيديون ولا باغ إليف. لنفترض أن عندي في مجموعة 30 تلميذ، غادي يكون عندي دوسي أو إسباس باغ إليف، غنلقى عندي إليف 1، إليف 2، إليف 3، إليف 4، أنسي دو سويت. باسكو جو سوي لونسيني أو بيان لو كرياتور ديكيب. وبالتالي أنت كأستاذ عندك رؤية، يمكن لك تشوف المحتوى ديال هاد لي إسباس كاملين التلميذ كامل. دابا نمرو الاستغلال أو الاستخدام هاد هاد المصادر أو بلوك نوت دو كلاس. كيفاش يمكن لي نستخدمو؟ لاحظ معايا عندي هنا أو نيفو دو لا سيكسيون بيبليوتيك دو كونتوني. أ لانتيريور دو بيبليوتيك دو كونتوني جي أون سيكسيون. Et à l'intérieur de section, j'ai plusieurs pages. Je parle toujours des titres qui sont surlignés en bleu. En bleu. Andy, oui, j'ai pris en main de la bibliothèque, exercice 1 et d'autres. Soit disant, j'ai besoin de créer un exercice. Andy, je vais te dire, تلميذ عندك امام ديالك في القسم كتعطيه الورقه خاصو ينجزها وخاصو يرد لك فواحد الظرف واجز على سبيل المثال. انت كاستاذ كتقوم بالتصحيح. غنشوفوا المساله هذه من خلال تيمز. جو دي كليك سور اكزرسيس. اكزرسيس تمرين بحد ذاته يقدر يكون فيه محتوى اما تكست او لا صور، يقدر يكون فيه نص او لا صوره، في حين مع بلوك نوت دو كلاس يمكنك تعمل في هذا التمرين هذا، ضيف يا إما ملف صوتي، صورة، تعمل رسم بخط اليد، ضيف بحال نقول حنا عناوين اللي غتوجه أو اللي غتحيل التلاميذ لبعض المواقع سوغ انترنيت، يعني كنتكلم على لو كونتوني أو التمرين أو المحتوى ديال التمرين أو الامتحان يمكن لك تعمله بلوك نوت، عندك حرية باش انا كتلعب بالكونتو كما حبيتي. هنا اكزرسيس، في هذا الاكزرسيس الاكزرسيس كو فوي دوفون فو كو زاي فوا دون كيكوز انستون، شنو عندي هنا؟ هنا عندي تمرين، يعني في هذا التمرين هذا اذا سمحتوا لي جو جوست سوبريمي سي سامبول. في هذا التمرين انت كاستاذ يمكن لك تعمل التمرين كما حبيتي، يعني اوليو غير نكتب اوليو دو ديكري او بيان دو ريديجي سا ا لا مان، جو بي فينير ايسي écrire la première question, la deuxième question, je vais leur laisser d'espace un espace باش يعملوا les réponses ديالهم. اذا même اذا كان عندك انت l'exercice sous forme de PDF ou là sous forme de Word، يمكن لي ناخذ المحتوى ديالهم ونعملو هنايا à l'intérieur du Teams. يعني ماشي لابد نلقى واحد الطريقه باش نعمل une conversion du contenu، لا لا، هنا نعمل copier coller، copier-coller du contenu que vous avez ailleurs. Mais les règles qu'on sait, c'est pas que tu il est quand tu as même un tmrin, un foraka, il est yomin hada, il y a une clique de photo sora, un ingénieur fait un tmrin, on a mis les insérer une image. Insérer une image, si vous me permettez rapidement, je vais rajouter la troisième question en stimulant Conca. C'est un exercice qui est composé de plusieurs questions. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai quatre questions
كيف ما كتلاحظوا معايا الفوق يمكن لي نعمل نضيف صوره نضيف ان ليان اوديو ديكزيكواسيون ماتيماتيك. الى بغيت نعمل واحد رسم يمكن لي نجي لهنايا البوابه ديال ديسان خاصيت رسم نختار القلم بغيت نستخدم نعطيهم واحد ميبيان نقول غنطلب منهم يعملوا دي كالكول اي دوتغ انفورماسيون كي دواف راجوتي او ميم يمكن لي هنايا نعمل لي بوبليكاسيون. يعني كنتكلم هنا على بلوك نوت باردون يعني بور لو بلوك نوت يعني كنتكلم على ان بلوك نوت اون باج دون لو بحال كنتكلم على صوره والرسام هو الاستاذ بحد ذاته. هنايا عذرا غادي نرجع دونك يعني كنتكلم على بيبليوتيك دو كونتوني على الانتيريور دو بيبليوتيك دو كونتوني جي تروفي بليزيور سيكسيون اي بارمي لا سيكسيون اي دون شاك سيكسيون غادي ندي دي باج. الوغ كون فو افي فيو la partie de l'exercice 1 que je viens de créer et il y a quelques petites tables d'autres pages mais là tu as عندك هنا عند تحت في الشاشه لتحت في الشاشه يعني اول حاجه باغي نطلب منكم عافاكم اذا كان كيبان لكم هنايا دائما الشريط اذا كان كيبان لكم هنا الشريط غنطلب منكم اذا كان كيبان لكم هنا الشريط ديال تيمز غنطلب منكم انكم تضغطوا على ثلاث نقاط وتعملوا بلان اكرون وتعملوا بلان اكرون باش يكون بامكانكم انكم تشوفوا ليكرون كامله باش انكم تكون عندكم واحد الرؤيه اجمالي على الشاشه كامله. غنطلبكم انكم تعملوا نقر على ثلاثه نقاط اعملوا بلان اكرون. الو ici au niveau de la section utilisation de bibliothèque عملت انشاء ديال تمرين جديد اللي سميتو اكزرسيس 1. لحد الان اكزرسيس 1 هو عندي في البيبليوتيك او عندي هو عندي في الحقيبه ديال لحد الان باقي ما فرقش الوقت ديال الامتحان. يعني الامتحان يمكن لي ننشا كل تمارين وننشا كل امتحانات ونخليهم مخزنين عندي في بلوك نوت دو كلاس ماشي لابد نوزعهم سور كلاس علما على ان التلاميذ اللي غادي يبان ليهم غير التمرين اللي عطيتيهم. يعني هنا انا كنتكلم على بيبليوتيك دو كلاس محتوى بحال نقدر نقول حنايا محتوى سري ديال الاستاذ كتكون بحال ها هي لا كارت ديالك فيها امتحانات كاملين ولكن نهار اللي تحتاج تعطيهم امتحان غتجبد لا باج او بيان فوزالي غادي تختار التمرين اللي بغيتي تفرقوا على التلاميذ وغتفرقوا عليهم فيا دوفوار سيت فواسي. يعني باش انا كتفرق بو افيكتي لي دوفوار او بيان لي زيكزارسيس شوف معايا الفوق كاين عندنا بوبليكاسيون فيشي بلوك نوت دو كلاس اي جوست ا كوتي نو افون لونغلي دوفوار. Alors, pour bloc-notes de classe, il clique une seconde ou sept sur bibliothèque de contenu, exercice et tout en bas qui est maintenant mon spécial page plus page pour créer d'autres pages. Parce qu'on a quatre défis, ça fait pas déjà dit là le محتوى ديال التمارين ou le ministère ديال التمارين. Là, tu as un animal des exercices ديالي ou je التمارين ou je الامتحانات. خطوه مواليه هي devoir. alors au niveau de devoir كاستاذ عندي جوج امكانيات لدي امكانيتين اما هو quand je clique sur créer كيعطيني اما affectation يا اما questionnaire. affectation تقدر تعتبره امتحان اللي غيطلب من التلميذ على انه يكتب يعمل واحد يدخل واحد المعلومات او يرسم. questionnaire امتحان موجز QCM مي كتكمل افكتاسيون شيء وكيستيونير شيء اخر. كيستيونير الاستماره اللي توصلت بها في البدايه ديال الامسيه الثقافيه هي كيستيونير. يمكن لي نستعمل كيستيونير او هذاك النوع من الاستمارات باش انني نكري سكون ابل دي كيستيونير امتحانات سؤال جواب ونعطيهم التلاميذ ديالي اللي كنربح النقطه اللي كنربح لو تيب كيستيونير على ان تصحيح الامتحانات كيكون اوتوماتيك. يعني يمكن لي نخدم برنامج فورمز باش ننشا التمارين وفي كل تمرين اللي غيكون فيه سؤال وعده اجوبه انا مسبقا قبل ما كنتبادل الامتحان مع التلاميذ كنحدد الجواب الصحيح وبالتالي ملي كنجي تيمز و جو شوازي كيستيونير و جو في لافيكتاسيون شنو كنوقع في هذه الحاله هذه. السؤال الاول اللي كانوا فيه جوج اختيارات او الاحتمالات الاختيارات خاصه اما الجواب الاول او الجواب الثاني اذا كان الجواب الثاني هو اللي صحيح في الحاله هذه التلميذ اذا عطاني الجواب الاول
ياخد اوتوماتيكيا صفر نقطه. اذا جاوب على اختار الجواب الثاني غادي ياخد نقطه اللي انا مسبقا شرت لها في التمرين، اللي هي نقول عطيت انا او نيفو دو فورمز جي اسيني 5 بوين على كاش، عملت 5 بوين ولا 4 بوين، يمكن ليا ناخد هاد لي نوت اوتوماتيكيا. Par contre, il est quatrième, mais l'exercice d'Eli, il est quatrième, mais l'exercice à l'intérieur du bloc-notes de classe. Fait le halal, je connais, mais au niveau du devoir, cette fois-ci, je clique sur affectation. Affectation, je suis quoi faire? Ah oui, Hajan, affectation, elle est quatrième, elle est à les affectations. Mais je suis quatrième, elle est à les affectations. Je suis nommé Temarin, ou le petit Hanet, la Hakan, qui est à tête de Temarin d'Eli, fait Kessem, Kada wa Kada wa Kada. Il y a l'exemple du lycée en quatrième, éco, première année, classe 2. Quels sont les exercices ou bien les devoirs que j'avais affectés à cette classe-là, ou bien au membre de cette classe? Je connais mes faits de Halel. J'ai cliqué sur devoirs et j'ai créé affectation. L'étape suivante, elle insiste à donner un nom significatif. Restez à tout l'isme. Il y a dit, il faut une fois que l'isme, et il faut que l'isme, il faut que l'isme, il faut que l'isme, il faut que l'isme, واحد العنوان او واحد الماده. يعني نقدر نتكلم على اكزرسيس، نقول يعني اكزرسيس 1 موديول اي جو بو تريسيدي با لو سوجي. يعني الورقه الامتحان العنوان اللي كيكون عندك الفوق في الورقه يمكن تعملو هنا تيتر، تيتر ديكزرسيس. دابا غنشوف المساله لاستركسيون. هنا بحال هنا كتوجد كتعد واحد القالب، قالب ديال الامتحان، قالب ديال الامتحان فيه عنوان انستركسيون. الانستركسيون هنا فين غادي نرجع؟ فين غادي نرجع؟ هنا غادي نرجع للتمرين اللي سبقت لي وانشاته داخل بلوك نوت دو كلاس. هنا جو دو سولمون باركورير ليكزارسيس. اذا قلت معايا كنت عمل ليكزارسيس نيفو دو بلوك نوت دو كلاس، بيبليوتيك دو كونتوني، كيلقى عندي هو هذا ليكزارسيس. يعني هنا ملي كندخل نرجع هنا عاوتاني بلوك نوت دو كلاس، كنا قلنا قبل على ان الانتيريور دو بلوك نوت دو كلاس اش غادي نلقى؟ غنلقى عندي بيانفوني، بيبليوتيك دو كولابوراسيون، اسباس دو كولابوراسيون، اي ان اسباس باغ اليف. ولكن ليكزارسيس فين عندي؟ عندي بيان سور بلوك نوت بلوتو بيبليوتيك دو كونتوني، لا بروميير سيكسيون تما كنلقى عندي اكزارسيس. Je clique sur exercice. Je clique sur un qui dit le teens. C'est un exercice ou c'est un tmrin. Les chassik chatrom à telamid. Ou à l'akin. Le chatrom à telamid. Chassin alf, fin rien à mille ou mille exercices. Et ma coulée telamid. Un do un espace privé d'yel. Qui ne pourra être consulté que par l'enseignant. Par exemple, j'ai un compte à 14 de l'ouarka d'yel tmrin. Ou 14 un telamid. Que t'as l'air mouka t'taouil. هاد المساله لان كنحط لهم ورقه في الطاوله هي التالي غتشوفوا قدامكم. جو سيكسيون اكزرسيس لو فوالا اتاشي طاوله. في الطاوله ديال التيميد عنده 4 4 اسباس دوكيومون نو دو كور كيسيونير اي ترافاي ا دوميسيل. نقدر نقول هنا كيسيونير. يعني هاد الاكزرسيس شو بغيت انا؟ بغيت اون فوا التلميذ ديالي يدخل تيمز، المنصه ديال تيمز، غيكون عندي واحد لافورماسيون على ان الاستاذ عمل تمرين جديد وحطو على على مستوى كيستيونير. جو في دان او بيان تيرمين على حسب اللغه اللي عندك في البرنامج. الان اشنو عندي؟ عندي امتحان او لا تمرين، عطيت انا لانستركسيون ليكزيرسيس افير. مي اوتر بارونتيز، بوتيتر ليتيديون aura besoin d'avoir des supports de formation qui peuvent être soit des fichiers, soit des liens sur Internet. Il y a un ailleurs. باش ان التلميذ يقدر يحل هذا السؤال هذا او يجاوب على التمرين غادي يكون في غادي يكون عنده في حاجه غادي يكون في حاجه باش انه يكون عنده موارد اخرى. يقدر يكون يا اما يقدر يكون يا اما عباره عن ملفات بي دي اف او لا باوربوينت او لا وورد او لا او بعد اختيارات اخرى او لي يقدر يكون فيديو في الانترنت تقدر تعطي غير لو ليان او العنوان الموقع الالكتروني باش انه يمشي يقدر يعمل اطلال عليه. في الحاله هذه اش كنعمل؟ جو كليك سور اجوتي دي ريسورس. جاجوت دي ريسورس كنضيف
مواليد اخرى ما ولكن ما قنيت قدر يكونوا دي ليان يقدر يكون نوفي فيشي جو بي عاوتاني باركورير دي فيشي اللي عملتهم مسبقا في بلوك نوت او اللي عندي دي فيشي او نيفو دو وان درايف او لا على الانتيريور دو مون ايكيب ملي كنتكلم على الانتيريور دو مون ايكيب شوف معايا المساله التاليه تقلي على كلاس نار كلاس ماتيريالز او لا سوبور دو كور لو دوسي اللي غيكون عندكم او نيفو دو فيشي بوابه ديال الملفات الدروس اللي كنتي عملتيهم تما مسبقا يمكن لي ناخذ درس من هذيك لا ليست نعمل لي كليك اتاشي في الحاله هذه اتاشي سوبر في الحاله هذه شنو عطيت التلميذ عطيته الموارد كامله باش انه يقدر يجاوب على التمرين ولحد الان حنا لا سواء الاستاذ ومن بعد التلميذ كنا خدامين في ميسا واحده في ابليك برنامج واحد في الحاله هذه التلميذ غيتوصل في كيسيونير بالتمرين و بلا بريزونطاسيون je peux ajouter d'autres informations et surtout le point ديال deadline او l'échéance ان التلميذ ما خصهمش يتجاوزوا واحد اليوم واحد الساعه باش انهم يردوا لي الجواب اذا تجاوزوا هذه الساعه هذه يمكنك انت كاستاذ تعمل واحد التمديد او لا تقفل بصفه نهائيه وبالتالي كتكون قافل بصفه نهائيه شو معي لحد الآن؟ أنا عملت تمرين وش تمرين ما وش غير تمرين علاش؟ حما التمرين يمكن وش تمارين متعددة في خلال من خلال بلوك نوت دو كلاس ولكن في الحالة هذه كان وجد القوالب يعني الامتحان بصفة عامة يعني كان نتكلم على الزوج ديال الامتحان والموارد اللي غيتلقاو بها ولا غيوجدوا بها باش أنهم يكون استطاعتهم يجاوبوا على التمرين في الحالة هذه يمكن لي نعمل أونجستري يعني نسجل هاد المشروع اللي هو التمرين ولا بريزونطاسيون نعملو اونجستري لحد الان التلاميذ ما توصلوا باي شيء مابداش غير توصلوا اذا لاحظتوا معايا عندكم هنايا بروين اتريبيي نوتي بروين اتريبيي نوتي هنا كنتكلموا على المراحل اول مرحله هي بروين يمكن نخلي لي بروين لو فوالا بغويون نعمل التمارين كاملين ونخليهم اون ايتا بغويون لحد الان باقي ما بغيتش نعمل لافيكتاسيون غنعمل افيكتاسيون ميتنون جو في فير لافيكتاسيون افيكتي او مومون دافيكتاسيون كيس كي باس باسي ليتوديون جو ريفني رابيدمون ici او نيفو دو بلوك نوت دو كلاس juste pour titre d'information, si quelqu'un vient de nous rejoindre, prière de désactiver votre micro. Sinon, on le fera à notre niveau. Alors, pour l'étudiant, je vous écoute. Oui. Super, super. D'accord. Non, parce que le deuxième PC casse ma fesse, c'est pour ça. Alors, pour la partie présentation, plutôt réponse aux exercices ou bien aux devoirs, c'est que l'oustad, ça va être la marhale oula de l'entraînement. Il n'y a qu'à te faire ou l'entraînement, ça va être la marhale oula. La marhale tani, c'est la marhale suivi. Je connais déjà l'entraînement, ou bien sûr, je connais des notifications. Tilmid, من ناحية تحتوى, اللي نفترض على أن التلميد إليف 1 ويمكن لي نلعب في هذه الحالة هذه يمكن لي نلعب الدور ديال إليف 1 ولكن ملي كنكون كإليف 1 ملي كندخل منصة ديال تيمز كإليف 1 ماغاديش تبان قدامي بيبليوتيك دو كلاس علاش إذا عقلتو قلنا هي محل خاص بالأستاذ سيري فين يمكن له هو يوجد لو كونتوني دو ديفوار حنا غنقول لك اتون انا عندي واحد التمرين ولكن إذا شافوه التلميذ دابا غادي يوجدوا الحلول ما بغيتوش انا نشوفوه واخا سي اش غتعمل غتحطو في بيبليوتيك دو كونتوني فهاد الحاله اذا دخلت انا كتلميذ الف 1 كي لو سول مومبر دو سيت ايكيب غادي من قدامي غير اسباس دو كولابوراسيون اي مون اسباس بريفي اون طون كيتوديون او الالف لي هو الف 1 وفي الف 1 ملي غندخل ان طون كان الف 1 ملي غندخل لاسباس بريفي ديالي كالف جو في تروفي سي تو رابلي بيان il y avait documents Travail à domicile, questionnaire et bien sûr documents. Alors, au niveau de questionnaire, une fois que je vais cliquer sur la section questionnaire, regardez bien le lien, je vais mettre les marines, les talents ou cèdes. Je vais trouver que, quel est le thème,
Le wallet dernier plutôt? D'accord, dans ce cas n'est pas encore disponible. Atteignez Attaque, s'il vous plaît. D'accord, dans ce cas, pour la simple raison, parce que je viens d'accéder avec mon compte et ça demande l'actualisation. Ça ne dérange pas. Alors, pour l'étudiant, ce qu'il va voir devant lui, il va voir l'exercice lui-même, ce que le prof leur a assigné. Et en tant qu'un, je parle de l'ensemble des élèves. Et je t'attends, je sais, je mets semaine, il attend. Réalement, faites espace à là. Bien sûr, la chicane bloc-notes de classe à l'intérieur de Teams. Tilmid, qui veut chier le jeu? يمكن له حتى هو اما يكتب يمكن له يكتب يعطي الاجوبه كتابه او لا يخدم القلم او لا حتى هو يقدر يعمل اذا يقول تو سامبلومون انا يا جاري با اكريغ لو تكست سور بلوك نوت سور بلوتو سور بلوك بلوك نوت دو كلاس يمكن له يعمل الجواب في الورقه ياخذ صوره ويضيف صوره وسط بلوك نوت في هذه الحالة هذه كأستاذ يعني من بعد ما التلميذ غادي يعطيك التمرين غادي يرجع لك التمرين هنا قلنا مسألة ديال لو سويفي انت كأستاذ اش غاتعمل او نيفو ديتاب دو سويفي لو سويفي يمكن لي نعملو ديما من دوفوار عندك دو زاكسي يا اما دوفوار اللي غتلقاها في الجهة اليسرى من الشاشة لا بارتي دوفوار اليالي اذا ما كانش كتبان عندك في هذا الشريط غتبان عندك من خلال نقل على ثلاثة نقاط يمكن لك تولج دوفوار يا إما من الشريط على الجهة اليسرى يا إما من داخل مجموعة هنا غتلقى عندي مجموعة ديال الامتحانات أو التمارين الفقلية أو عملت لها مشاركة مع التلاميذ أو أعطيتها للتلاميذ أنهم ينجزوها في المرحلة هذه من خلال دوفوار غيكون عندك لائحة لائحة ديال التلاميذ كاملين شكون التلميذ اللي عطاك الامتحان شكون اللي باقي متاخر على لو ديلي وبالتالي باش انا يمكن لي نعمل فيريفيكاسيون بور اناليزي لي ديفوار باش نعمل واحد لو تشيك ديالي على لي ديفوار كاملين يمكن لي il suffit de faire un petit clic un simple clic sur la première feuille ou une ligne spécifique شنو غنلقى هنا غنلقى لا ريبونس ديتوديون الجواب اللي عطاني ليتوديون غنلقى عندي هنا الورقه ديالو يعني كيف ما كتكون في البيرو ديالك اولا بعض المرات كتاخذ معاك ورق كاملين امتحانات كتمشي للمنزل ديالك كتجلس الطابلة كويز داتير قويبه اعطينا ورق كري او بيان في لا كوريكسيون يعني يمكن لك تعمل لا كوريكسيون من لو سيستيم لا شوز كي فاف فاسيليتي لي شوز او بيان سيمبليفي لا في اما هي عندي هذا الاكزرسيس تو سامبل من الفوق على اليمين يمكن لك هنا تعمل تشيك اليف باغ اليف سيت هذا عمليه تشيك اي باس او سويفون ainsi de suite. Fait الحاله ديال يكون عندي اسباس واحد اللي يمكن لي نفير نجاوب على لي زيكسيرتيس كاملين. وكيما لاحظت معايا هنا شو معنى تلقى عندك هنايا افيشي ليستوريك. سا سيغا كوا افيشي ليستوريك؟ جو بار با افيشي ليستوريك ديال الامتحانات كاملين. لا. يعني نقدر نلقاو عندي واحد العنصر او ثلاثه العناصر حما ملي كنتكلم على دوفوار ما كتعنيش على انه غيكون ديما دوفوار ديال اخر الماده او اخر السنه الدراسيه او اخر شهر. لا. دوفوار او الاكزرسيس يمكن لي نخدم هاد الخاصيه هادي بعض المرات كتلقى بعض الافراد اللي عندهم صعوبه في الفهم ثلاثه الافراد او اربعه من 30 او من جوج الاعضاء مجموع الاعضاء ديال المجموعه ثلاثه الاعضاء او اربعه يمكن لي نخص لهم تمرين اليوم هما فقط لا غير وبالتالي ما يعطيك هو الجواب على تمرين انت تقولوا يمكن خاصك تعاود تلاحظ هذا لو بوين هذا باغ اكزومبل غنقولوا هنايا او نيفو دو ديسان جو في كليكي سور باغ اكزومبل روج اذا كان كنخدموا ستيلو روج يعني انا ستيلو روج ميم سور تيمز نقول تي سي كوا هاد باغ اكزومبل هاد مي بيان فالي با فير كوم سا il fallait rajouter un point ici il faut faire attention à ce point etc est ce que je vais faire je vais lui retourner l'exercice ou bien la réponse بحال هنا كنعمل واحد تشالنج كيعمل يعني واحد التحدي باش انه يقدر يتحدى راسو فهاد الحاله ملي كنتكلم على افيشي الهيستوريك شنو غادي يبان فيه غادي يبان فيه مشاش عطيتو ليكزارتيس مشاش رجعوا ليه اكسيتيرا غادي ليشونج هذا دو سيت فاسون وبالتالي ملي كنتكلم على ان من بلوك نوت دو كلاس اي دوفوار جي لا بوسيبيليتي دو فير
le cursus Kaamel, le processus Kaamel, il y a l'affectation des devoirs, même la correction des devoirs. Ou demain, tu m'as dit, rien de fou, déjà Teams, et ça, c'est Teams, mais ça gagne, il y a quelqu'un qui est le moment, bidet, il y a Teams, il y a le Ashur al-Akhira, même قبل قبل ما جه المحنة والله يشفي الجميع والله يدوز على خير إن شاء الله وفي أقرب أوقات من صديق التيمز تطورات عرفات خاصيات كثيرة ومن نهاية أو منتصف شهر مارس إلى يومنا هذا الوتيرة باش اللي كتنجم فيها خاصيات ما كنبش عليكم يعني كت بطاقة الزر يعني كما ذكرت قبل قليل أستاذة حسنة يعني كانت تكلموا على الفرق التقنية اللي كتخدم في وراء الكواليس او نيفو دو مايكروسوفت يعني حنا على نوتر نيفو اون جو لو رول دو بون يعني حنا كبرج خدمنا مسبقا كما خدمنا مسبقا مع الاخوان الى يومنا هذا وباقين يعني ميم على نوتر نيفو اون جو توجور ان بوان يعني عندنا واحد لو رول اما هو هي بس عندنا لو بوان يعني اون ترونسمي توجور لي بوزوان يعني فيما كيكون عندنا ان بوزوان على نوتر نيفو ميم او نيفو دي زونسينيون يعني ما كيعنيش على ان ميم لي زونسينيون ما كيتبادلوش الاراء ديالهم يعني كيكون واحد الراي او واحد الخاصيه اللي كتبين على انها ضروري على انها تضاف يعني ميم ا مونتر نيفو حنايا كنعملوا لو ترونسفير دي بوزوان او زيكيب دو مايكروسوفت يعني كنخدموا كاملين بور ان سول بوزوان سي ديجا سي دو ديفلوبي لو برودوي اي ريبوندر او بوزوان بور كون بيس افونسي بلوس داكور دونك كان ا سو نيفو لا جي كونتي ان نيفو دو بلوك نوت أول حاجة كنا عليه بلوك نوت دو كلاس يا في دوفوار يا نوت يا ويكي 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 اللي ما كنخدمش بها ويكي هي بحال كنتكلم على بلوك نوت جوست ان بلوك نوت كيما عندك انت بلوك نوت سور فوتر ماشين او لا نوت باد او بيان دوتر اديتور دو تكست يمكن تخدم ويكي مي سي با تو سي با تو باسكو جو بونس كو سيرتان بيرسون بارمي فو بان اسيتا بان افراد من الاخوه اللي معنا حاضرين معنا في الامسيه الثقافيه اللي كتمحور حول منصه تيمز كنتكلموا على امكانيه دمج برامج او مواقع انترنت اخرى داخل تيمز هنا كنتكلم على التلميذ ديالي او الابن ديالي ملي كيدخل تيمز كيلقى راسو في صندوق تعليمي صندوق تعليمي ما كيحتاج على انه بعض الامور اللي تشطن بالو ولا تشغل بالو حنا كندخل سوغ انترنيت كنعرفوا كامل ان كتمشي من سيت لان سيت كيقدر بعض المواقع غتلقى كيلعب وكيتصفح برامج واحده اخرى افكار واحده اخرى او مواضيع واحده اخرى في حين على انني بغيت ان الفو التلميذ ديالي وضع القدم ديالو في تيمز يبقى في تيمز حتى يسالي المهمه ديالو ملي كتسمع المهمه ديالي يعني التمرين او المحتوى الدراسي او الدروس اللي كدا انه يتبع في الحاله هذه سكو جو في جو كليك سور بلوس لو بلوس اللي عندنا هنايا كيمكننا باش انا كندمجو مجموعه ديال البرامج دمج مجموعه ديال البرامج سواء كانت برامج مجانيه او برامج غير مجانيه بجول برامج مايكروسوفت برامج مجانيه يعني كلين دمجها وسط منصه ديال تيمز والبرنامج اللي تكلمنا عليه اولا التطبيق اولا الخاصيه اللي كتمكنني باش انني كندمج موقع انترنت داخل تيمز هي سيت ويب الو كنعمل ضغط كنضغط على زائد زائد عندي داخل مجموعه كنعمل ضغط على زائد كنختار سيت ويب هنا كنعمل واحد الاسم نقدر نقول ديال الموقع او السيت ويب يعني انا التلميذ ملي غادي يشوف الفوق غادي يشوف هذاك الاسم غادي يفهم على انه غادي يفهم المعنى ديالو التلميذ تيس على سبيل المثال التلميذ تيس هنا غادي نوضع العنوان الالكتروني ديال الموقع نعمل العنوان الالكتروني ديال الموقع يسوفي دو كليكي سور انجستري في الحاله هذه تلميذ ملي يدخل للتيمز غالبا عنده المحتويات كاملين كيكو سوا بوبليكاسيون فيشي او دوتر لي كونفرساسيون اي بيان سور غيلقى عنده هنايا ان نوفيل انجلي بوابة جديدة اللي فيها موقع رسمي اللي يمكن التلميذ بحد ذاته باش انه يتصفح الموقع
داخل تيمز. يعني كنتكلموا على ان لحد الان اذا كانوا خاصيات اللي باقي خاصنا نزيدوهم في خاصهم يتزادوا في المنصه ديال تيمز، كنعلمكم مسبقا على ان كاين خاصيات غيتزادوا في الايام المقبله اللي غنطرقوا لهم فيما بعد. تكلمنا على ان الرحله كنمشي للاكتيفيتي كونفرساسيون، كنت كما هنا كونفرساسيون يعني محادثات، انشاء المجموعات. ولكن لا ننسى على ان اي مجموعه اي قسم كتحتاج انت كاستاذ تعد البرنامج الزمني او الجدول الزمني او الاستعمال الزمني ديال التلميذ او ديال الحصص الدراسيه. هاد الحصص الدراسيه كنعملهم كاملين بدون استثناء من خلال ايقونات كالندري. الو او نيفو دو كالندري، كاستاذ كاستاذه كيعمل انشاء الحصص الدراسيه. هاد الحصص هادو كيف ما سبق لينا وشرنا على تسميه ديال المجموعات، حتى تسميه الحصص حتى هي عندها مبادئ. واش كاين المساله ديال المبادئ؟ كنتكلم على ماشي كنتكلم على روجوان مانتونون، لا، انشاء مجموعه ديال الحصص. عمل نوفيل رينيون. في نوفيل رينيون الاسم اسم الجدول كما كتكون عندك في ورقه، استعمال الزمني الاولى باك الاولى باك على اساس انا استاذ كنقري على سبيل المثال ماده الانجليزي، ماده الانجليزيه انا عندي ماده الانجليزيه واخا غنقري هاد الاقسام وغنقريهم في هاد التواريخ. واه غنشد اول حاجه غنشد قسم واحد. ملي كنتكلم على قسم واحد يعني الماده، الماده المستوى الدراسي القسم، الماده المستوى الدراسي القسم. غنجي لهنا غنعمل الماده على سبيل المثال بروميير اني باك كلاس 23 باغ اكزومبل تيري 6 تيري 6. هنا باقي ما نسيتش الاسم ديال الاسم ديال الحصه. اذا كنت كنتكلم على حصص اللي ما غاديش تكون معنونه، يعني تكون حصه الانجليزي فقط لا غير، ماشي غنحدد على ان هذه الحصه خاصني نكون على عين مسبقا على انها تكون حصه فيها واحد الماده محدده او واحد الموضوع محدد في ماده الانجليزي، لا، نقدر نخليها الى حدود هذا رقم القسم. في حين يمكن لي نعمل 23 نزيد هنا عنوان واحد اخر باكونتخ، يمكن الى حد الان غنعمل غير 23. هنا هذا قالب جديد، كتكلم على قالب جديد يعني القالب غير يمكن باش انني ننشأ الحصص الدراسيه. اسم او العنوان جدول الزمني. تاريخ، تاريخ اذا كانت حصه سوف تتكرر كل مثال كل اثنين من كل اسبوع او كل اثنين وخميس من كل اسبوع، هنا خاصني نرد البال مساله تاريخ بالاخص الساعه دراس. غادي نزيد نفس المساله، اذا كانت غتعمل واحد الحصه اللي غتكرر كنقر على ني سري بيت با وكنضغط على بيرسوناليزي. بيرسوناليزي شو كامل هاد الحصه الدراسيه اذا كانت غتكرر او غتعاود، غنقول هاد الحصه غتبدا اليوم الاثنين وغتنتهي على سبيل المثال اثنين نهاية أفريل أو ماي. أنا المثال اللي غنعطيه كنتكلم على مثال اللي كيهم منصة تيمز. إذا ذكرت مثال أو المثال اللي كنقول فيه على أن هذا التاريخ اللي نقدر نعمل من أفريل إلى نهاية دجنبر 2020 بغض النظر عن الحالة اللي كنعيشوها في يومنا هذا، ما كرهناش ننتهي في اقرب وقت باذن الله ان شاء الله. هنا كنتكلم على تيمز، يعني خلينا نقول هاد الحصه هذه غتبدا من 20 افريل وغتنتهي في اسميتها لو 30 ماي. هنا حددت الفتره الزمنيه، ولكن الفتره الزمنيه شنو هو التردد؟ كل يوم؟ لا، كل اسبوع. وفي كل اسبوع غنعملها كل اثنين، يعني اثنين من كل اسبوع من 20 ابريل الى 30 ماي هذه الحصه غتبقى كتعاود.
غنعمل اونجستري اونجستري دونك عندي هنايا تردد للحصه الزمنيه وهنا فاد لا بلاص ممكن اللي نعمل هنايا لا دات يعني سي سا بلوتو لو طون لوغير نتكلم ان هاد الحصه تبدا من 8 صباحا الى 10 عسب ميت لنفترض على انها تكون عندك حصه واحده اخرى الخميس اذا كانت غتكون عندي نفس الحصه نهار الخميس غنرجع هنا بكل بساطه بيرسوناليزي و جو في راجوتي سي جودي ولكن اذا كانت عندي حصه في الخميس اللي غادي تكون على سبيل المثال من الواحده الى من الثانيه على سبيل المثال الى الرابعه فهاد الحاله هذه غنكون مجبر باش اني ننشا استعمال او جدوى زمن ثاني خليني نقول بس كان باش يكون عندك باش يكون عندكم فكره فور اكزامبل جو دي غاردو تو سيمبلون نو سيبيت با هنا الى لحقتو معايا كان عندي جوج امور او جوج مسائل اول معلومه كان خاصني نضيفها عضو مجبر على انه يلتحق بالاجتماع او الحصه الدراسيه عندني اجوتي ان كانال اجوتي دي بارتيسيپون دون لا بريزونس ايت اوبليغاتوار هنا اللي كيكونوا دي بيرسون انديفيدويل اشخاص محددين ثلاثه جوج اربعه عارفهم اذا كان كنتكلم على اون ريونيون اللي غنعملها انايا مع الزملاء ديالي اولا مع الاداره اولا مع الاطر الاداريين في المدرسه اللي انا كنقري فيها يمكن ليا نضيفهم في المساله هذه ولكن ما عندي انا كنتكلم عندي ديال مجموعه عندي مجموعه عندي واحد القسم اللي ديجا ضفت فيه التلاميذ في الحاله هذه ما غاديش نرتاح باش انني نضيف اشخاص بعنوين ديالهم واحد تبع الاخر لا غادي نشاطر هاد الحصه الدراسيه داخل مجموعه مباشره يعني نقول غادي نقر او غادي نختار القسم اللي معني بهذا الجدول الزمني جينيرال فالحلالي بمجرد انني غادي نقر على اونفوي هاد استعمال الزمان اول مساله غادي تضاف لي انا كاستاذ كمسير مجموعه غادي تضاف لي في الكالندريي والتلاميذ المعنيين بالامر حتى هما نفس الشيء يعني من اونفوي اونفوي 8h à 8h داكور دونك 8h ديكال دورير 8h alors بالنسبه لي انا كاستاذ نشات مجموعه ديال الاستعمالات اولا ديال جو بلانيفي بلوزيغ كالندري سي اون في كاستاذ من غير حنا عندي كالندري تيمز غادي يبانوا لي الحصص كاملين رد معايا البال عافاك غتشوف الفوق على اليمين سومين دو ترافاي اولا سومين توت لا سومين سومين او بيان جور اذا كان كامل الامر نعرف فيها شنو عندي اليوم عندنا رجال اسبوع على اليسار يمكن لي نتنقل يا اما بالسنه او بالشهر او لا يوم محدد تلميذ كيبان عنده في هذا النافذه كيبان عنده معظم او جل الحصص الدراسيه اللي قام انشائها المدرسين اللي كدرسوه او لا يعني كيكون سواء مؤطرين او الاساتذه يعني. تلميذ كتوصل في هذه النافذه بجل الحصص الدراسيه اللي كتهمو انت كاستاذ في هذه النافذه كيعطيك معظم الحصص الدراسيه اللي قمتي انت بانشائها او لا انت كتنتمي لها ملي كنتكلم على انت كتنتمي لها يعني تقدر تلقى عندك حصص دراسيه وفي نفس الوقت استاذ واحد اخر او زميلك في المدرسه عمل واحد اجتماع وضافك انت معاه في الاجتماع في هذه الحاله هذه نقدر نلقى عندي انا نيت في 23 دو رينيون وحده مع 10 وحده مع جوج على سبيل المثال ساشون كو عمل على ان الاجتماع اللي عندي مع 10 كيخص حصه دراسيه واللي غيكون عندي في الزوال غيكون اجتماع خاص مع الاساتذه هنا كنتكلم اول حاجه قبل ما نختمو بالمساله ديال لا رينيون ال ميم او لا جيستيون ديال لا رينيون او بيان لا جيستيون ديال لا بريزونطاسيون غنكرر بسرعه
activité dans laquelle vous recevez les informations qui vous concernent. المعلومات اللي كيهموكم يا اما المعلومات اللي تقاموا بعض الاخوان مشاطره بعض المعلومات في مجموعات نتوما كتنتميو ليها ولا عملوا لا نوشن ديال ات @ لو نون ديالكم كيعنيو على انكم استاذ الاستاذه راكم انت معني بهاد الرساله كونفرساسيون على المحادثات يمكن لكم تستخدموهم ميم خلال تطبيق الهاتف باش انكم تقوموا باتصالات سواء هاتفيه سواء بصوره سواء غير رسائل نصيه مع الإخوان الزملاء ديالكم اللي كتوفروا على حساب تعليم وعندهم تطبيق تيمز أو اللي يمكن لهم يولجوا الرسائل لكم اللي صيفتوها اليوم من خلال تيمز نسخة انترنت أو النسخة المكتبية إيكيب سي بور كريي لي زيكيب باش انكم تنشئوا المجموعات اللي تكلمنا على انهم كاين اربعه المجموعه اللي كتهمنا الى يومنا هذا هي مجموعه النوع الاول وهي مجموعه من نوع قسم كالندري باش كتنشؤوا الحصص الدراسيه اليوم هو نهار ديال الحصه الدراسيه اش كنعمل اليوم هو الحصه الدراسيه اشنو كنعمل جي كليك سور لا سيونس باغ اكزومبل سيل سيل دو 8 سيل اليوم عندك حصه دراسيه الى بعد التلاميذ ما توصلوش بالعنوان او بالرساله ديال الحصه الدراسيه هنا كتعرف على انهم مساله وحيده انهم ما كينتموش المجموعه ما غيجي عندي واحد يقول لي استاذ ما توصلتش بالحصه الدراسيه انها تكون عندنا فالنهار يعني على انه توصل بالرساله حنا اون فوا كتدخل الكالندري كيبان لك كلشي يعني لي زيكسكوز سون فو دير لي زيكسكوز ماشي بقا بالتالي انت كاستاذ عملتي الحصه الدراسيه ديالك اليوم هذه الحصه الدراسيه غتقوم بها غتقوم تنشطها خاصك تعلم واحد المساله قبل ما تبدا الحصه الدراسيه المساله غتشوفها دابا ماشي لابد وضحتها نهار ديال الحصه يقدر نعملها مسبقا ما هي بعد ما كترسل Alors, comme on a dit, بالنسبة للأستاذ مباشرة بعد إنشاء الحصة الدراسية وإرسال الحصة الدراسية داخل المجموعة شو كنا نعمل؟ كنا نرجع الحصة الدراسية اللي قمت بإنشائها في الكالندري كالقناة الفوق خاصية Option de la réunion Option de la réunion كتمكنك كمسير مجموعة أو كمشاهد الحصة الدراسية باش أنك تجيري ce qu'on appelle les invités les invités ou bien les personnes qui ont la possibilité de partager du contenu. Peu la notification. D'accord. Dans ce cas-là, rapidement, je vais partager avec vous un deuxième lien. Super. Alors, je vais désactiver le premier partage et partager un deuxième écran. Au niveau de Teams, super. Au niveau de Teams, on est à mettre une jeune des mouvements ou la hasard des racines. Là, tu cliques à les options de la réunion. Je vois des paramètres. Qui peut éviter la salle d'attente? Mais quand j'ai quelque chose, je nomme les options. Il dit éviter de la salle d'attente. Quelqu'un dit tous membres de mon organisation. Et d'organisation approuvée, membre de mon organisation. Je connais bien ça. Il est là. Ou stade. Il est quand tu es quelqu'un à la question. Fabitali, elle termine tous. Yanni, ayez timide. Le terre, l'hessa de la sia, rétro le question. L'hessa de la sia, rétro le question. Qui est mon fils, il est quand tu es un défaut de la chasse.
اللي ما كينتمش 100% للمدرسه ديالها سميتها. نقدر نقول انه في الحاله ديال الاداريين او الاساتذه، نقدر نتكلم على ان غيكون بعض الاساتذه عندهم مجموعه وغادي يعملوا غيعملوا واحد اجتماع افتراضي في تيمز. هاد السيد اللي غيسير الاجتماع يمكن غادي سي بوسي كي فون انفيتي دي جون اكسترن، يعني غنضيف واحد السيد من واحد الشركه واحده اخرى. المساله اللي عاملين حنا في هذه الحاله هذه، حنا الان حنا عندكم ضيوف في الاجتماع ديالكم. في الحاله هذه اذا كنت غنعمل مومبر دو مون اورغانيزاسيون، مومبر دو مون اورغانيزاسيون اش كنعني بها؟ اذا كنت كنتكلم على انني مستخدم تعليم، غنلقى هنا كي بو ايفيتي لا سال داتونت مومبر دو مون اورغانيزاسيون اللي هي التعليم. يعني انا اذا كنت تعليم اوتوماتيكمون جوغي لا بوسيبيتي ديفيتي، يعني ملي كنتكلم على سال داتونت ماغاديش نبقى كنتسنى المسير او المنشط ديال الاجتماع على انه يحل لي الباب، لا غادي نجي غنلتحق بالاجتماع مباشره. هذه من جهه. من جهه ثانيه غادي نشوف كي بو بريزونتي. كي بو بريزونتي اول حاجه، اول مساله شكون اللي غيكون عنده الخاصيه ديال انه يسجل الاجتماع. ثاني مساله شكون اللي غيكون عنده الخاصيه انه شاطر الشاشه او لا محتوى احسن. لي بون براتيك ا نوفو بور لي بون براتيك كي بو بريزونتي. هنا كنتكلم غنعمل سوا مو اونيكمون، يعني انا كمسير كمنشئ للاجتماع غنكون انا الوحيد من اول بدايه، غيكون الواحد اللي غيكون بامكانه انه غيكون عنده خاصيات ديال منشط الاجتماع. في حين اذا عملت بيرسون سبيسيفيك، يعني هنايا تنقبلش اش غنعمل، غنقول هاد السيد هاد لي زادريس كي بون بريزونتي ان كونتوني او لي بدلو المحتوى، وبالتالي غنتفادى على ان اون فوا غنعمل غنديماري لا بريزونطاسيون غنلقى بعض الاخوان غيبقاو يبارطاجيو ليكرون ديالهم او اللي غيبغيو يبارطاجيو لو كونتوني او لو سون او لي انفيتور او لي لونسو ميم لونجستخون. الا لاحظتوا معايا كاينين خاصيتين، جوج خاصيات في الوسط. توجور ليسي لي زابيلون اينوري لا سال داتونت اي انونسي كون لي زابيلون اريفون او سون. الخاصيه الثانيه انونس كون annoncer quand les appelants arrivaient ou s'en vont. هنا بحال كنتكلم على واحد الخاصيه كتمكنك انت كمنشط المجموعه تراقب بطريقه او اخرى شكون اللي غادي يلتحق ومتاش غادي يخرج من الاجتماع، علما على انه امكانيه معرفه من هم الاعضاء الذين التحقوا بالمجموعه الى يومنا هذا بامكانكم استخدام هذه الخاصيه، كما بامكانكم استخدام خاصية الاستمارة forms. يعني في بداية الاجتماع بإمكاني أن أشاطر الاستمارة forms التي من خلالها جول التلاميذ أو معظم التلاميذ سوف يقومون بإعلان واش هما متمين معكم، واش التحقوا بالحصة الدراسية أو لا. الخاصية toujours laisser les appelants ignorer la salle d'attente. ما حدنا كنتكلموا على الخاصيات، هاد الخاصيه ضفت ساعات قليله قبل الاجتماع، وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان الخاصيات كتزاد ويسلي. سبحان الله، لما كنت غتسالي الكلمه ديالك غادي نقولها، لان تقريبا البارح ولا حتى الصباح ما كانت، ولكن لاحظت تقريبا مع الجوج ولا ثلاثه لقيتها. تماما تماما تماما. هنا كيبين على ان العمل وراء الكواليس قائم. يعني هنا كتكلم خاصيه، كاين خاصيه خاصني غنحتاج واحد الخاصيه غادي يسوفي سومون دو بارطاجي او بيان ديكسبليكي لو بيزوان ديكسبريمي بلوز اوموان لو بيزوان. ملي كنعرف شنو هو الخاص شنو الحاجه ديال المستخدم في الحاله هذه كنمكن لينا نعملوا ماشي ضغط وانما مشاطره الفكره، مشاطره الهدف او الغايه، واحد الخاصيه باش انها يمكن لها تضاف في القريب العاجل. يعني كتكلم ك مستخدم كمسير مجموعة، أول مسألة كنعملها عندي مجموعة كنمر من بعد الكالندريي مي كنقوم بإنشاء الحصص الدراسية، كنمر لي زوبسيون خاصية الحصص الدراسية، وهنا كنحدد سورتو هنا فهاد الخاصية كنستعمل سورتو هاد الخاصية كي بو بريزونتي جو ديفلوب اي جو كليك سور موا اونيكمون. نتا كأستاذ غير تكون الوحيد اللي عنده الإمكانية أنه ياخذ لو كونترول سي اون فيغ دير
sur la présentation. Et bien sûr, ma tinsahch ala annaka tsajjel had khassiyat. Ghadi naja deuxième fois à Teams lui-même, l'application elle-même. Teams. Mais quand j'ai le Teams, عملت هاد المسائل هادو مسبقا. اليوم غتبدا الحصة الدراسية. كأستاذ je clique sur la liste des participants. فليس دي بارتيسيبون اللي بلو لي التلاميذ ديالي كاملين على اليمين. اول حاجه كنعملها je désactive tous les micros. Je désactive tous les micros. كنلقى في الجهه اليمنى من الشاشه. Désactiver les micros et bien sûr, je peux partager une information qu'on prend à l'imam. Mousbaqan, elle a un les micros des hommes qu'on a désactivé. Il a chez Mousslim ou le Tilmir, حب أن يطرح سؤال يمكن يطرحه. وصراحة بعد مسائل اللي تقدر أنها تخلي التلاميذ على أنهم يحترموا طريقة أخرى مبادئ الاجتماع أو الحصص الدراسية الافتراضية على أنني في أول أمور يمكن لي نعمل لهم بحال حصص فقط لتقريبهم من البرنامج بحد ذاته باش أنني كنمرر لهم بطريقة غير مباشرة مبادئ استخدام تيمز. ما كنتكلمش على استخدام تيمز كمنصة ولكن بأخص باش أنهم يكون فرد أو العضو في مجموعة أو البارتيسيبون أو التلميذ افتراضي شو عم بدي حما كنتكلموا بطريقة جو بونس غتكون واضحة على أنه في أول لقاء ديال التلميذ مع تيمز غيبقى يعمل غيبقى يفعل الميكرو ديالو كل فترة. يعني أنت كأستاذ كتقوم بشرح وكل مرة غيبقى يفعل يعني يقول بالنسبة لحاجة جديدة من ناحية مزيانة ولكن نحاول نحببو في البرنامج بحد ذاته. وبالتالي أنت كمسير vous avez toujours la possibilité de désactiver les micros. Ça de 1. De 2. Pour les questions ils peuvent les poser au niveau du volet chat. 3. Si vous cliquez sur les 3 points, les 3 points, n'importe quel 3 points, dit afficher les effets d'arrière-plan. Les effets d'arrière-plan. Avant de cliquer dessus, les effets d'arrière-plan, قبل شهر مارس كانت إمكانية واحدة. أما هي أنني نعمل الخلفية ما تكونش واضحة. الخلفية الشاشة ما تكونش واضحة. وبالتالي أنت كأستاذ راك في المنزل ديالك يمكن لك تخدم الكاميرا. إذا كانت الحاجة على أنك تخدم الكاميرا ماشي لابد غير في الحصص الدراسية ما في اجتماعات ما بين الزملاء يمكن لك تخدم الكاميرا كتعمل من بعد كتنقر على ثلاث نقاط من بعد كتعمل افيشي لاريير بلون اون فلو. Mettre l'arrière-plan en flou. Hadi l'ism li kan qbel. Kanat afficher l'arrière-plan en flou. Mettre l'arrière-plan plutôt en flou. Kanat anna l'arrière-plan diyak ma kitqach bayn. Walakin lyon, machi lyon, nisf shahr mars yemkin, wlat khassiya jadida. Amma hiya annani fi l'khalfiya machi ghir ma ghanch nkhliha wadha. La. Yemkin liya ndif sura fi l'khalfiya tchacha. في خلفية الكاميرا من je clique sur afficher les effets. Au niveau d'afficher les effets, si j'active bien sûr la caméra et d'activer la caméra ديالي, j'aurai la possibilité d'insérer des images en arrière-plan. Au بالتالي j'aurai la possibilité هذه التلاميذ غادي يوليو كيشوفوا كنت bien sûr اذا عملتي تفعيل ديال الكاميرا وفي الخلفيه ديالك باش يبان الى كان عندنا باغ اكزومبل بلاكار ولا غاس صالون ولا في مكان لومبلاسمون فين غاس في المنزل ديالك الخلفيه غتعمل صوره. هنا كنتكلموا على الانتيليجونس ارتيفيسيال يعني ميم البرنامج كيخدم الذكاء الاصطناعي باش انه يقدر يعرف الجسم ديال لي بوردور ديال الشخص اللي قدام الكاميرا باش انه يعمل واحد الصوره خلف المستخدم. هنا كنتكلموا على كمستخدم كاميرا كمسير ما بالنسبه للاعضاء حتى هما عندهم امكانيه يعملوا او يستخدموا هاد الخاصيات. عملت الصوره بغيت ترجع الصوره او بغيت تردها فلو يمكن لك انا بورتيمون في اي وقت يمكن لك ترجع تعمل الضغط عاوتاني على ثلاثه نقاط افيشي
Et cette fois-ci, au lieu de le mettre en flou, rien à mettre, désactivé, parce que c'est ça qui est bien l'objectif pour la chercheur. Hadi, il est où mine là. من بعد غيضيفوا الامكانيه باش انك انت كمستخدم تضيف صوره خاصه ديالك تقدر يكون فيها صوره ديال بريزونطاسيون او لا شي مي بيان او لا درس بحال هكا ثلاث نقاط الخاصيه اللي غتبان عند المسيرين للاجتماع هي ميتر اون فان دو لا ريونيون ميتر اون فان دو لا ريونيون شنو كيعني بها ميتر اون فان يعني غادي نسالي الحصة غادي نسد غادي نقفل باب القسم ميتر ميتر سيت ريونيون اسافا ولا اونفا اسافا ويتوب وي داكو سا سي بور لي بروبريتير مسألة اللي حتى هي غادي نستافدو منها غادي تهمنا اللي هي لو بارتاج الو بور لو بارتاج سي جي كليك سور ce point, vous n'aurez pas la possibilité de voir mon écran. Par contre, le clic sur partager qui a été imkania, ça mène un partage d'une présentation ouverte sur votre machine. Une présentation PowerPoint, fichier PDF, fichier Word, كيف ما كانت نوع ديال الملف اذا كنتي حاسمه اذا كنتي حال هذا الملف في الحاسوب ديالك يمكن لك تعمل شاطر شاشه اللي كتشوف انت قدام في البيسي ديك يمكن حتى التلاميذ يشوفوه على لور نيفو يمكن ليا نشاطر شاشه ديال برنامج معين متصفح انترنت يمكن لي نشاطرو في حد اذا بغيت نوريهم واحد التمرين او واحد لو دوفوار اللي عندي في بلاتفورم سور انترنت بغيتهم يشوفوا قدامهم بالنسبه للاساتذه اللي كيقراو اللغه الانجليزيه او الفرنسيه بعض المرات كيكونوا كيستخدموا بعض البرامج اللي متاحه في الانترنت في بعض المواقع الالكترونيه يمكن لهم يشاطروا شاشه ديال متصفح الانترنت كما يمكن لينا نشاطروا الوايت بورد ليكرون بلون Mais avant de parler de l'écran blanc, quand même, tu as là le chercheur de Baïda ou là le électronique, ma desk, tu as le électronique. Alors, tu as le mouchatarat, moutasafih, barnamej, moyen, milef, moyen. Il est qu'un fait très homor. Il est qu'un fait homor, tu as maloumet, ou là, milefet. صوتيه اذا كنت غير نبغي نشاطر مع التلاميذ ديالي محتوى اللي فيه محتوى كيضم محتوى صوتي في الحاله هذه كنرد البال بمعنى ملي كنضغط على ايقونه اولا زر بارطاجي كنلقى الجهه اليسرى من الشاشه عندي واحد الخانه خاصني نضغط عليها الخانه اش كتعني كتعني على ان يكون بامكاني انني نسمع يكون عندي امكان انني نعطي القابليه للتلاميذ انهم يسمعوا الصوت اللي عندي في المحتوى بعض الاساتذه كيغفلوا هذه النقطه هذه كيعمل بارطاجي كيضغط على زر بارطاجي كيبارطاجي اون فيديو او لا انترنت او لا فيشي سور انترنت وكيقول للتلميذ الاستاذ راه ما كنسمعوش الصوت بكل بساطه اش كنعمل كنحبس البارطاج كنرجع عاوتاني للبارطاج انوفو كنضغط على زر بارطاج وفي الخانه اولا النافذه غيعطيني هنايا لتحت في هذه الجهه هذه غنلقى في الجهه اليسرى في هذه الجهه غنلقى واحد الخانه خاصني نضغط عليها اللي فيها انكلور لو سون سيستم باش يمكن التلاميذ يشوفوا او ميم طون يسمعوا المحتوى الصوتي المساله الاخيره هي وايت بورد يعني انت كاستاذ كتعطي تفسيرات كتشرح الدرس في بريزونطاسيون باوربوينت ولا في اي سوبور الكترونيك بيان سور يمكن غير تبغي تفسر بعض الامور بعض الاساتذه كيبغيو يعملوا يشرحوا بالفوتر باغ اكزومبل اكسل يمكن لك تعمل نفس المساله سور تيمز اي لافونتاج سو كوا انت كاستاذ انت كتحكم في الشاشه ديالك
يعني اي حاجه انت كتشوفها في الشاشه التلاميذ غيشوفوها، ما غاش تحت المازق ديال ان الشاشه ما كتبانش وانت كتكتب في بلاصه واحده اخرى، لا اون توكا حتى اذا وقعت كنتكلموا على منصه تفاعليه. التلميذ اذا ما طرحش عليك السؤال الميكرو غيكتب لك السؤال ديالو في المحادثات اللي مندمجه ولا مدمجه في الشاشه او النافذه ديال الاجتماع. فيما يخص اللوحه البيضاء او الوايت بورد او اللوح الالكتروني، غنشاطر معكم هنايا، غنشاطر معكم ماشي النسخه الالكترونيه ولكن النسخه المكتبيه. حتى اللوحه الالكترونيه او الشاشه البيضاء، اللوحه البيضاء حتى هي فيها نسخه مكتبيه، يمكن ليا انستاليها، يمكن ليا نثبتها من مايكروسوفت، سورتو في مايكروسوفت ويندوز 10. فيما يخص وايت بورد، انا شاطر معكم دابا وايت بورد. اوكي سوبر، يا فوالا نو سي با سا سي سا. Vous allez voir l'écran dans quelques instants. 3, 2, 1. D'accord. Il y a un coup, whiteboard, l'œuf électronique. L'œuf électronique, il y a le tableau de bord, je ne dirais pas le tableau de bord, le tableau qui est en train de se faire, il y a le stylo. Il y a un stylo qui est en train de غنكتب كيف ما حبيت انا. بيان سور هنايا هذه الخاصيه هذه كتكون سهله بالنسبه للاشخاص اللي عندهم شاشات ذكيه او شاشات اللي كتعمل بلمس تاش سكرين. الخاصيه عاوتاني زوينه في لابارتي دو تيمز اللي كنحبها صراحه هي مسطره، يعني بالنسبه للاخوان اللي كيعملوا في لي لوسون دو مات او الهندسه، يمكن هنا تعمل تخدم لا راجل، يعني نقول باغ اكزومبل من هاد لو بوين لهاد لو بوين ريست. داكور دونسكا غنعملها المساله هادي. جي ميم لا بوسيبيليتي دو جوي سور لونغ بهاد الزاويه اكزاكتومون. دونسكا كليا نعمل امور كثيره. كما كتشوف هنا على اليمين، يمكن لك تأنسر دي زانفورماسيون، تلعب على لا فورم الباك جراوند باش انك تكون عندك امكانيه انك تضبط او لا بوميتريزي لوتيليزاسيون دوسي. ولكن اللي كيهمني في المساله هذه بالاخص، اللي كيهم في المساله بالاخص، يعني كنت كنتكلم هنايا على عندك طابلو بلون اعمل فيه لو كونتو اللي بغيتي نتايا. ولكن اذا لاحظتي معايا بوست تو تيمز، بوست to teams، يعني هذا لو كونتوني اللي غنعملو في لو طابلو دو بلون على طريق مساله بسيطه او حاجه بسيطه، لانني خاصني نشاطر هذا المحتوى في تيمز. ça veut pas dire seulement de créer un contenu sur le tableau de blanc، non، ça signifie pas seulement de l'utiliser، il faut par la suite le partager avec dans des équipes ou dans des canaux. مي كنتكلم على دون لي زيكيب او دون دي كانو، لي كانو هما لي قنوات اللي بينهم جينيرال اللي كنلقاها بار ديفو. سيت المحتوى عملت واحد، نشات واحد ديسان او دي اكسبليكاسيون باش ان التلاميذ يبقى عندهم ديما هاد المعلومه هادي، كنعمل بوست تو تيمز. بوست تو تيمز كتختار هنايا ليكيب، هنا بالضبط نقدر نقلب على ليسي عمر خيام، ما كاينش طريقة بكل بساطة. حما أنا هنايا أو نيفو دو لابليكاسيون وايت بورد جو سوي كونيكتي افيك لو كونت لو ميان اللي هو عثمان بوان بازيت. إذا كنت كونيكتي بلو كونت اللي كاين فيه ليسي باغ إكزومبل مجموعة ديال ليسي عمر الخيام، جوري بو بارتاجي أو بيان بوبليي سيت انفورماسيون directement dans cette équipe. Il est connecté le compte de l'enseignant, bien sûr, quand il est là, whiteboard, le programme de whiteboard, il est connecté avec le compte d'Eli, mais on met clic les paramètres ou bien les paramètres de whiteboard, j'aurai la possibilité de publier cette information
فليكيب اللي بغيت او بريسيزامون فلو كانال اللي بغيت. هنا اساتذه الكرام اساتذه المعنى مجموعين كنتكم معنا الرحله ديال تيمز. الرحله ديال تيمز اللي باقي ما غيسالاتش والخاصيات باقي ما غيش يسالو وباقيين غيكونوا في القريب العاجل. يعني كاين داير واحد الحزمه ديال الخاصيات اللي غتوصلوا بها في الايام المقبله اللي غتمكنكم ان اللي غتسهل عليكم مجموعه من الامور. رحله الاستاذ. رحله الاستاذ في تيمز كتبدا تبتدي من المحادثات الفرديه او المجموعات لانشاء مجموعات من انواع متعدده ولكن اخص اقسام. داخل اقسام كنشئ او كنتبدل بعض الملفات. بعض الملفات اللي كنوضعهم في لونجلي او البوابه في شيء اذا كانوا ملفات ما خاصش التلاميذ يعملوا فيهم بعض اضافات او يغيروا في المحتوى ديالهم خاصني نعملهم في مجلد سوبور دو كور حما هو المجلد الخاص ديال الاستاذ. اذا كنت غنعمل تمارين او الامتحانات اللي غنحتاج من بعد على انني نعطيهم التلاميذ ديالي كنخدم بلوك نوت دو كلاس. واذا عاوتاني عقلنا على ان بلوك نوت دو كلاس فيه بيبليوتيك دو كونتوني اسباس دو كولابوراسيون اي دي اسباس بار اليف حما بكل بساطه انت الاستاذ وبالتالي غادي يكون عندك ان اسباس تقدر تكون عندك امكانيه لانك تكون عندك رؤيه في المجموعات ديال التلاميذ الاخرين. كنتكلم على بلوك نوت دو كلاس devoir اللي فيه كتعمل الامتحانات كتعطيهم التلاميذ ديالك ويمكن لك من خلال نفس النافذه انك تعرف لو سويفي او الاستمرار ديال الامتحانات لايطا ديال الامتحان هذا الامتحان واش باقي بغويون واش عملتي له عطيتيه للتلاميذ واش جاوب التلاميذ عليه وما جابوش. نفس المجموعه يمكن لك تضيف برامج اخرى يمكن لك تضيف فورمز وسط المجموعه ديالك يمكن لك تضيف شير بوينت وورد باوربوينت يمكن لك تضيف ان سيت ويب كما شفنا قبل بوغ تلميذ تيس وبالتالي التلميذ ديالك غيبقى وسط تيمز. فيما يخص الحصص الدراسيه سي او نيفو دو كالندريي كتعمل الحصص الدراسيه كلهم او نيفو دو كالندريي انت كمسير غادي يكون عندك المحتوى اللي انت اللي انت نشئتيه ويكون عندك نفس المحتوى اللي انت كتنتمي ليه بمعنى بعض الحصص او بعض الاجتماعات اللي الزملاء ديالك ضافوك في هذه الاجتماعات هادو دونك غتكون عندك رؤيه اجماليه على المحتوى اللي كيهمك. يعني ملي كتكلم على تيمز سي بلاتفورم سيكوريزي 100% المحتوى كامل اللي كيعمل في تيمز كنتكلم على دي نيفو دو سيكوريتي مي تحت ما يمكن ليه يشوف غير الامور اللي كتهمه.